قصوين كلا سوغوري وحاكم إذا إمام الكسائي رحمة الله عليه ورضي عنه هي الإمام يحيى اليزيدي. يحيى اليزيدي وأبو عمر بن علاء أردقي سيوي قراءات كان كقاتي أبو عمر دوري يسوسي يحيى اليزيدي بكسيقاتي. الإمام الشاطبي وكيلها أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. وكان ميلو حاسكوي من مجلس إمام الكسائي رحمة الله عليه هي إمام اليزيدي. إمام الكسائي باصلاة تشيي وحا كل دكتي مركا أما قرن وايي أما حاوي كوات كاتي قولي أيها الكافرون. مركي صلاة دي لغب حي بو إمام اليزيد رحمة الله عليه إمام الكسائي وكويري إمام أهل كوفة يعني علماء دي كوفو كم إذا هي قرادي إمام أهل كوفة ميا سورة الكافرون هدا أي كوات كاني ساي كوات ديس والله اسكا أموسي فردقي سغول لغو تشيرو باهدنا وحاتم دي صلاة كالو جهرية صلاة دي كالي جهرية تمدي با يحيى اليزيدي رضي الله تعالى عنه ورحمه ليري أذن تجي هذا الكهرون واكر دعاي أو إمام الكسائي وكويري رحمة الله عليه مركي ويحيى اليزيدي صلاة دي وقالي فاتحة دي بسيحي واي يعني فاتحة دي با كوات كاتي إنو صح محا سبب واه إنو فاتحة دي سيحي واي هذا الكي وكو هذا لي وكو قرسني أما وكو حفاليني الإمام الكسائي رحمة الله عليه بإله سبحانه وتعالى سجن هذا أجر سيدتك يا نبها وقدر كي الله سبحانه وتعالى الرعي وكي مركا ناظم كي لها احفظ لسانك لا تقول قتلتني إن البلاء موكل في المنطق بلاء يدبك ودنبوا موكل في المنطق روح مركا هذا الكي سئلوا إلى شضو أو دور شيء لغا مارمان ويهي.